نقرأ البنك الإفريقي للتنمية يمنح جائزة العام للرئيس السيسي تقديرا لإنجازاته. قام مايك سالاو مدير إدارة النقل والبنية التحتية بالبنك الأفريقي للتنمية نيابة عن رئيس البنك بتسليم السفير دكتور وائل بدوي سفير مصر لدى كوت ديفوار جائزة The Africa Road Builders باباكار نادلي تروفي لعام 2020 المخصصة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بمقر السفارة في أبيجان. ألقى السفير بدوي كلمة أعرب فيها عن تقدير مصر لتخصيص جائزة عام 2020 لرئيس الجمهورية، موضحا أن هذه الجائزة تمنح تقديرا لحجم الإنجازات التي تحققت تحت رعايته في قطاع الطرق والنقل، ومضيفا أن لجنة التحكيم الدولية أشارت بصفة خاصة إلى عدد من أهم المشروعات القومية العملاقة في هذا القطاع ولا إسهامها في خلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم حركة الأشخاص والبضائع. كما عرض السفير بدوي لإسهام هذه الإنجازات في دعم نمو الاقتصاد المصري وتحسين مستوى معيشة المواطن، وأكد اهتمام مصر بصفتها عضوا مؤسسا في الاتحاد الأفريقي بتطوير البنية التحتية في أفريقيا ودعم المبادرات الأفريقية لتعزيز التكامل والاندماج داخل القارة الأفريقية، مشيرا إلى محور القاهرة كيب تاون. من جانبه أشاد مايك سالاو بالمشروعات الضخمة التي قامت مصر بتشييدها خلال السنوات الماضية وبعلاقة التعاون القوية بين مصر والبنك، مؤكدا أن مصر تعد شريكا أساسيا للبنك لكونها أحد أكبر المساهمين في رأس ماله.